تجاوزت 4000 15 معدل وتقول نجم تعرفوا مع احترامات جماعة ليزات على خارج الفريق نجم تجيب 15 نجم تجيب 17 بينما ليكوار واللي تيرير مستحيل باش يفوت حتى ال 11 ولا 12 معدل الا هنا ثم التجاوز هذا التجاوز قانوني. جميلة الدقيشي جمعية المعدلين على صحة العمل عمر 48 سنة 17 سنة بطالة. اسمي بشير علياني عمري 41 سنة متخرج لي 9 سنين. اسمي أم زين نجار عمري 37 سنة متحصلة على شهادة الأستاذية في اللغة العربية والآداب. اليوم احنا معتصمين نظرا لأن الحكومة منذ 14 جانفي تجاوزت المعطلين على العمل من أصحاب الشهائد. بالنسبة للاعتصام اللي قمنا به هذا يعني هو اعتصام خاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل نظرا لأن البطالة نتاعنا يعني طالت ونظرا لأننا لم نجد أذان صاغية. نطالبوا به في الاعتصام هذا هو حقنا أولا الشغل ما جنيش حلول طالب بطالتنا ما جنيش كل يسمعنا ما جنيش كل يساندنا من معهد بن علي تو هناك كان في الوعود كان في التضمينات لكن ما فماش حتى حلول جذرية. اعتصام كان سلمي وجهنا الإدارة الجهوية للتعليم والمكتب التشغيل والاتحاد اللي نشوفوه انها اصغات الحكومة هذه لبعض الفئات من المجتمع اللي عملت اعتصامات واللي سكرت السكة واللي وقفت وحبست المصالح نتاع شركة فوسفات قفصة في جهة قفصة في حين أصحاب الشهائد اللي تعاملوا بأسلوب حضاري مع الحكومة ما تعاملتش معهم بأسلوب حضاري. احنا دخلنا البلاد هذه على كفة عفريت ورغم ما نتصورش ان البلاد تكون على كفة ماهيش على كفة عفريت خاطر احنا منش نخدم هو هذي العفريت الكبير اني انا مثلا 17 سنة بطالة وغيري راه عندي زملاء زاد من نفس الوضعية عمرهم 48 سنة لتو ما يخدموش ما نعرفش انه اكثر شكون اكثر الحاحية ما طلبهم الحاحية احنا ولا فئة اخرى ونكتشفوا معناها في الانتدابات اللي وقعت مؤخرا في المناظرة بتاع المعلمين نكتشفوا انها وقعت تجاوزات خطيرة وخطيرة جدا من بين المطالب اللي وقعت في الثورة انها الكرامة واكثر من الكيكة احنا ضد المحاصر الانتدابات بتاع المعلمين الدخل فيها النقابة بين صفة الدخل النقابة النقابة راهي تدافع على ناس تخدم احنا ناس منش نخدم قاعدين ندافع على الواحد وحتى واحد ما سمعنا الحلول عملوها الحكومة السابقة كلها تزييف وتزييف كاش مقاييس يعملوها حسب من وين هم ما راعوش خصوصيات الجهة ما راعوش مقاييس موضوعية مثل التربصات جهة قفصة وين باش يعملها تربص هنا في الريف نسكن وش باش نعمل تربص جي تحرمني يدخل واحد صغير بات. وين الحزاب وعدتنا قبل الانتخابات البرامج العاجلة ولا الفائدة تحدثوا عليها يتزادوا في الأرقام باش ندخلوا كذا وندخلوا كذا وين الحلول بعد جي يخرج من بعد أيامات بعد الانتخابات يقول لك رانا باش نعملوا سياسة تدريجية عمره فات 40 سنة وين وقتاش باش يخدم عطوه سيدي الانتري تخلي ياخذ شهرية وما يخدمش الكونكور القايمين الوزارة ما اعتمدتش التربصات علاش بدعوة انه التربصات هذيك ماهيش تربصات تامة في طرف الشركات العمومية والا المؤسسات الحكومية وانتم تعرفوا بالنسبة للجنوب حتى الشمال الغربي مستحيل خريج جامعة ينجم يعمل استاج CVP في وسط شركة حكومية. النقطة الثانية التعتيم الاعلامي الكامل على الشريحة هذه من المجتمع احنا طول كنطالبوا انها الانتداب دليل على الانتداب يقع توجيهه معناها تخصيص جهة واحدة للانتدابات وللتشغيل والدليل على ذلك أن ثم ناس نجحت في زوز وثلاثة كونكورات ولا الحلول ما يجريش حتى حل ولا هذا رانا نطالب بحقنا أولا في الشغل ورانا مستعدين باش نساعدوا لأقصى درجة التصعيد ما يهمناش لا في الأحزاب لا في الكراسي السياسية حاجتنا بحلول جذرية حاجتنا باش نعيشوا وين الكرامة قامت عليها الثورة وين الوعود الوعد ولا بأس ما هوش معقول خاطر عباد فدت عباد يعلم بها ربي عباد تخرجت وقرت وصرفت عليها والداها وتابت ما هيش باش تقعد معناها تتفرج وساكتة للظلم والطغيان حاجات الثورة باش العباد تخرج من الظلم وتخرج من الفساد وتخرج من الرشوة وتخرج من المحسوبية وتخرج ما هيش حاجة عادية بالمرة كون العبد ديما ساكت
إلي طوب باش نتكلموا، رانا مستعدين للتصعيد في أي نوع تاع وقت. نتمنوا أن الجهات المسؤولة تسمع صوت، لأن تعبنا ياس، طالت مدة طالتنا ياس، والمقاييس اللي حطتها الوزارة مش مقاييس عادلة، خاصة اللي باش يفقدوا الوظيفة. بالنسبة زاد ال 200 دينار، 200 دينار ما عادش تعمل حد شيء في ظل الأسعار وفي ظل الظروف والأوضاع الصعيبة اللي نعيشها اليوم، بابانا وأمهاتنا تعبوا عليه. تشريك أصحاب الشهائد المعطلين على العمل، تكون لجنة محايدة فيها الرابطة، فيها شخصيات مستقلة وفيها المعطلين على العمل، هذا لضمان الشفافية. ومراجعة المقاييس، الحكومة القديمة واللي باش تجي إذا عينا في الإصلاح التدريجي ولا الإصلاح الجذري. ثم ملفات حقها راهي سكرتها وارتاحت منه، وخاصة الناس اللي وصلت عمرها 40 سنة ولتوا ما خدمة، وقتاش هذا باش يخدم؟ وقتاش باش يعرس؟ وقتاش باش يجيب صغار؟ وقتاش باش يعيش الحياة الكريمة؟ حاجة واحدة نحب نقولها ونوصلها للموظفين، كاين كل موظف اللي يطالب بزيادة الشهرية، انتم عندكم الشغل، احنا باش معناها تنازلوا على الشهرية متاعكم، كل واحد باش يزيدوها لكم 120، تنازلوا دخلونا احنا البطالة.